الرحمن الرحيم، طلاب الصف العاشر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله اليوم سندرس الدرس الثالث من الوحدة الثامنة، حساب مثلثات، بند 8.3، العلاقات بين الدوال المثلثية 2. عناصر الدرس: المتطابقات المثلثية الأساسية، متطابقات فيثاغورس، أمثلة على متطابقات فيثاغورس. المتطابقات المثلثية الأساسية: ظا سيتا بيساوي جا سيتا على جتا سيتا، ظا سيتا مقلوب الظا يعني بيساوي 1 على ظا سيتا، يبقى ظا سيتا بتساوي جتا سيتا على جا سيتا، القا سيتا مقلوب الجتا يبقى بيساوي 1، يبقى القا سيتا بيساوي 1 على جتا سيتا، والقطع مقلوب الجا يبقى قتا سيتا بتساوي 1 على جا سيتا. هذه المتطابقات المثلثية الأساسية بنستخدمها في حل المسائل. متطابقات فيثاغورس: جا تربيع سيتا زائد جتا تربيع سيتا بتساوي 1، 1 زائد ظا تربيع سيتا بتساوي قا تربيع سيتا، 1 زائد زتا تربيع سيتا بتساوي قتا تربيع سيتا. متطابقات فيثاغورس نحفظها عشان نستخدمها في حل المسائل. 3 متطابقات: المتطابقة الأساسية اللي هي جا تربيع سيتا زائد جتا تربيع سيتا بتساوي 1، دي صور منها، الصورة الأولانية 1 زائد ظا تربيع سيتا بتساوي قا تربيع سيتا، و1 زائد زتا تربيع سيتا بتساوي قتا تربيع سيتا. ناخد أمثلة على متطابقات فيثاغورس. أول مثال: أثبت صحة المتطابقة التالية: جا تكعيب سين زائد جا سين ضرب جتا تربيع سين بتساوي جا سين. ناخد الطرف الأيمن نوصله للطرف الأيسر. الطرف الأيمن ننسخه: جا تكعيب سين زائد جا سين ضرب جتا تربيع سين. نشوف المشترك بين الحدين، هنلاقي هنا جا تكعيب سين وهنا جا سين، ناخد الجا سين مشترك. نقسم الحد الأولاني على جا سين، يبقى جا أس 3 سين على جا سين بيساوي جا تربيع سين. ننزل الزائد. نقسم الحد الثاني على جا سين، يبقى جا سين ضرب جتا تربيع سين مقسمة على جا سين بتساوي جتا تربيع سين. اللي بين القوسين هو جا تربيع سين زائد جتا تربيع سين، متطابقة فيثاغورس يساوي 1، أي نعوض عن القوس إن جا تربيع سين زائد جتا تربيع سين بواحد. ننزل الجا سين نضربها، نعوض، قلنا نعوض عن القوس ده بواحد يبقى ضرب 1، جا سين ضرب 1 يساوي جا سين، أي وصلنا الطرف الأيمن للطرف الأيسر، وبهذا قد أثبتنا صحة المتطابقة. مثال 2: أثبت صحة المتطابقة جتا أس 4 سين زائد جا تربيع سين ضرب جتا تربيع سين بيساوي جتا تربيع سين. الحل: ننسخ الطرف الأيمن، نحاول نجد المشترك بين الحدين، هنا جتا أس 4 سين وهنا جتا تربيع سين، هناخد المشترك منهم، بناخد الصغير اللي هو جتا تربيع سين، ونفتح قوس نقسم الحد الأولاني على جتا تربيع سين، نقسم جتا أس 4 على جتا تربيع سين بتساوي جتا تربيع سين. ننزل الزائد، نقسم الحد الثاني على جتا تربيع سين، بنقسم جتا تربيع سين هتروح على جتا تربيع سين، هتبقى لي جتا تربيع سين، عندي جتا تربيع سين زائد جتا تربيع سين مطابقة فيثاغورس يساوي 1، هنعوض عن القوس ده بواحد، الجتا تربيع سين تنزل كما هي، نعوض عن جتا تربيع سين زائد جتا تربيع سين بواحد يبقى ضرب 1، جتا تربيع سين ضرب 1 بيساوي جتا تربيع سين، أي وصلنا الطرف الأيمن للطرف الأيسر، وبهذا قد أثبتنا صحة المتطابقة. مثال 3: أثبت صحة المتطابقة التالية: قا سيتا زائد 1
مضروبة في القوس الثاني هو قا سيتا ناقص واحد على جا تربيع سيتا بتساوي قا تربيع سيتا. ناخد الطرف الأيمن ننسخه، نحاول نفك الأقواس اللي في البسط، يعني هنضرب قا سيتا زائد واحد في قا سيتا ناقص واحد، بنضرب الأول في الأول يبقى قا سيتا في ضرب قا سيتا بيساوي قا تربيع سيتا، والموجب في سالب يساوي سالب، والواحد ضرب واحد يساوي واحد، يبقى قا سيتا ضرب قا سيتا بيساوي قا تربيع سيتا، وموجب ضرب سالب بيساوي سالب، وواحد ضرب واحد يساوي واحد. عندي قا تربيع سيتا ناقص واحد من مطابقة فيثاغورس يساوي ظا تربيع سيتا، بنعوض عنها بظا تربيع سيتا. نعوض عن الظا تربيع سيتا ب جا تربيع سيتا على جتا تربيع سيتا ضرب اللي هي واحد على جا تربيع سيتا. نختصر الجا تربيع سيتا مع جا تربيع سيتا، هتبقى واحد على جتا تربيع سيتا. احنا عارفين ان القا مقلوب الجتا، يبقى واحد على جتا تربيع سيتا بيساوي قا تربيع سيتا اللي هو الطرف الايسر. يبقى وصلنا الطرف الايمن للطرف الايسر. بهذا قد اثبتنا صحة المتطابقة. مثال 4، اثبت صحة المتطابقة قا تربيع سيتا زائد قتا تربيع سيتا ناقص القوس الثاني ظا تربيع سيتا زائد ظتا تربيع سيتا بيساوي 2. ننسخ الطرف الايمن، نحاول نفك الاقواس. القوس الاولاني مفيش قدامه اشارة موجب، ننسخه كما هو. القوس الثاني قدامه إشارة سالب، نضرب السالب في القوس، نضربها في الظا تربيع سيتا والظا تربيع سيتا، يبقى سالب ضرب ظا تربيع سيتا بيساوي سالب ظا تربيع سيتا، والسالب لما اضربها في الظا تربيع سيتا بيساوي سالب ظا تربيع سيتا. نعمل عملية تبديل، نجيب القا تربيع سيتا جنب منها سالب ظا تربيع سيتا، ونجيب القتا تربيع سيتا جنبها سالب ظا تربيع سيتا. عندي قا تربيع سيتا ناقص ظا تربيع سيتا مطابقة فيثاغورس بيساوي واحد، والقتا تربيع سيتا ناقص ظا تربيع سيتا من مطابقة فيثاغورس بيساوي واحد. أجمع الواحد والواحد يساوي اتنين. أي وصلت الطرف الأيمن إلى الطرف الأيسر، يبقى أثبتنا صحة المطابقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.